السلام عليكم. اليوم راح نكلمكم على واحد الصناعة استراتيجية ومهمة جدا، انتشرت كثير في السنوات الأخيرة، وهي صناعة الجبس المسطح، ولا يسكون ابل لي بلاكو براتر، ولا التسمية التقنية تاعو هي البياتريس. وهذا المادة هذه تاع البياتريس هي عادة تستعمل كثير في البناء، وخاصة في الكروازونمون، في البناء يعني في البناء الداخلية، وفي تقسيم الفضاءات من الداخل بصفائح من الجبس. ولهذه الصناعة اللي كانت في الأول، هذه الصفائح نتاع الجبس كانت يعني كنا نستوردها من الخارج، والآن أصبحت تنتج محليا. وسوف نتكلم عن زوج تجارب، الأولى في مسيلة، وكذلك تجربة أخرى في غيليزان. والتجربة تاع مسيلة تعود إلى أكثر من 6 سنوات، يعني عندها قديمة يعني التجربة المصنع هذا، وراح الحق حتى واستوى، راه يصدر في هذا المنتوج تاع بياطريز إلى عدة دول. والتجربة الأولى اللي راح نتكلم عليها هي تجربة تاع مصنع جديد سوف يفتتح في غيليزان بتقنية ألمانية، يعني استعمال آخر التطورات وآخر التكنولوجيات في إنتاج هذه الصفائح الجبسية، واللي جزء تاع 40% راه موجه، سوف يكون موجه للخارج. ما نكثرش عليكم في الهضرة، نخليكم تشوفوا هذه الزوج تجارب نتاع صناعة الجبس المصفح في الجزائر. أترككم في رعاية الله وحفظه، ورمضان كريم، والسلام عليكم. يقوم هؤلاء العمال بضبط آخر الإعدادات التقنية والميكانيكية في مصنع تحويل الجبس والألواح الجبسية بمعسكر، الذي سيدخل مرحلة الإنتاج في الأسابيع المقبلة. مصنع بتقنية ألمانية سترفع من تنافسية المنتوج. هذه التجهيزات مصممة خصيصا لتعطينا أحسن منتوج ممكن من مشتقات الجبس الذي يمكن تصديره لدول أوروبا الغربية والعالم بأسره. هدفنا ليس فقط السوق الداخلية الجزائرية، بل المنافسة على مستوى الأسواق العالمية. ميزة هذا المصنع أنه يقع بجانب مكان استخراج المادة الأولية، وهو ما سيخفض تكاليف الإنتاج بشكل محسوس، إضافة إلى قربه من ميناء إرزيو، أين يرتقب تصدير 40% من مشتقات الجبس نحو الأسواق الخارجية. بعد انطلاق يعني الإنتاج، راح نوصلوا لسعة إنتاج تقدر بأكثر من 1000 طن فيما يخص الجبس، يعني الجبس العادي، جبس البناء، وتقريبا حوالي 40 مليون متر مربع من ألواح الجبس، يعني البلاكو بلاك اللي معروفة عند العامية بالبياتريز. المصنع هذا إن شاء الله راح يكون فيه تقريبا حوالي أكثر من 200 عامل، يعني في بداية الإنتاج، وإن شاء الله لما نزيدوا في سعة الإنتاج راح نوصلوا لأكثر من 400 عامل. تكنولوجيا هذا المصنع ستسمح بتثمين مادة الجبس المتوفرة بكثرة عبر نواحي الوطن، وهو ما سيسمح بجلب العملة الصعبة في ظل اعتماد الأبنية الحديثة على ألواح الجبس ومشتقاتها. والآن نروح نشوف التجربة نتاع مصنع مسيلة للصفائح الجبسية. بمعدل إنتاج 2500 متر مربع من الصفائح الجبسية يوميا، استطاع مجمع تواب لصناعة الجبس ومشتقاته إنتاج ما يعادل 12 مليون متر مربع من هذه المادة سنويا، رقم مراحل الإنتاج. ينتج المصنع 4 أنواع من الصفيحة: لابلاك ستوندار، بلاك إيدروفيج، بلاك إينيفيج، اي بلاك أوت ديورتي. عندنا لابريمير إيطاب هنا في مرحلة الإنتاج بريباراسيون دو كارتون، وين عندنا رولو الفوق ورولو تحت، يجو لا طابل دو ميكساج عند مالاكسور، وين يتخلطوا لي برودوي ساك مع لي برودوي ليكيد، ويفوتوا على لا طابل دو فورماسيون، وين نتحكموا في ليبيسور تاع لا بلاك تاعنا، تفوت على الطافي هذه باش نعطوا البلاكه الزمن الكافي لزمن الاخر تاع الجبس، تفوت هنايا. بل عندنا مرحله لا بارتي سيزاي، وين تكوب البلاك على حساب لا ديمونسيون اللي مدوها لهنايا. امتلاك المؤسسة لآلات ومعدات متطورة أهلها للتحكم في جودة ونوعية هذا المنتوج، الذي كان بالأمس القريب يستورد من الخارج. فوت لابلاك لو سيشوار، وين
كمل وانت كتم اتساق تاع الكرتون مع الجبس وتفقد البلاكه الماء اللي ما نسحقوش. من بعد عندنا البلاكه تخرج من السيشوار هنايا وتفوت على بارتي فينيسيون، ومن بعد لابارتي فينيسيون تفوت على بارتي لابارتي كونترول كاليتي. تزايد استخدام الصفائح الجبسية في مختلف مراحل تشييد البنايات بفضل تميزها بتقليص تكاليف ومدة الإنجاز منح المجمع أفضلية الاستحواذ على 60% من حصة السوق المحلية، حصة لم تمكن المؤسسة من مجابهة الطلب المتزايد. مع تزايد حجم الطلب من هذا المنتوج تسعى الشركة إلى توسعة هذا المصنع للرفع من قدراته الإنتاجية لتلبية الاحتياجات سواء المحلية وحتى طلبات بعض الزبائن التي تتهاطل على الشركة من العديد من الدول. تنافسية ونوعية المنتوج أهل الشركة لأن تدخل عالم التصدير من بابه الواسع، إذ يطمح مسؤولها إلى ولوج أسواق جديدة بتصدير 1,000,000 متر مربع هذا العام. بالنسبة لسنة 2017 صدرنا 600,000 متر مربع. بالنسبة منذ إنشاء الشركة إلى يومنا هذا صدرت الشركة في حدود 3,000,000 متر مربع. بالنسبة للدول الإفريقية وحتى رفع من حجم الصادرات مع مثلا دولتي تونس وليبيا. 6 سنوات فقط كانت كافية لهذا المصنع لتحقيق مساعي الحكومة في تقليص فاتورة الاستيراد من جهة أخرى، وبفضل النجاحات التي تحققها الشركة سنة بعد أخرى يحاول مسؤولوها جاهدون بلوغ إنتاج 20,000,000 متر مربع من الصفائح الجبسية سنوياً.